لحظة من فضلك، هل تعلم أن وزن حجر الريبس يقارب 20 كيلوغراماً؟ وأن المتر المربع يحتوي على 90 كيلو من أحجار الريبس؟ دعنا نوضح الأمر. لنتخيل بيتاً بمساحة 200 متر مربع يتكون من 3 طوابق. عندها سيكون وزن أحجار الريبس فقط 45 طناً. إن هذا الوزن الزائد للأسقف يعني زيادة في التسليح والإسمنت، وهذا يؤدي إلى زيادة في التكاليف. وللعلم إن أحجار الريبس ليس لها وظيفة إنشائية، إنما فقط لسد الفراغ. إذن ما هو الحل؟ تأتيكم أيسر بحجر من البلاستيك المعاد تصنيعه. من مميزات هذا الحجر أنه يخفف 60% من وزن أحجار الريبس، حيث أن وزن حجر أيسر 8 كيلوغرامات فقط، وهذا بدوره يقلل كمية التسليح والإسمنت 20%. إن استخدام أحجار أيسر اقتصادية السعر والمنافسة للحجر الإسمنتي تعمل على تقليل نسبة التلوث من أحد أكبر الملوثات البيئية من خلال إعادة استخدام النفايات البلاستيكية.